السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعر ومواصفات هاتف نوكيا G10 نازلة السوق بتقولها وبتمن رخيص وشكل أنيق. تعتبر هواتف نوكيا الذكية من أهم وأفضل الهواتف التي يوجد فيها الكثير من المميزات، ولذلك يبحث الجميع عن سعر ومواصفات هاتف نوكيا G10 لأنه يتوفر فيه كاميرا عالية وشاشة كبيرة وبطارية تصل إلى ساعات طويلة. يعد هاتف نوكيا G10 من الهواتف الذكية بشاشة نوعها عالي وقياس 6.5 إنش بوصة وذو وجودة عالية ودقة تصل ل 720 ل 1600 بكسل، وهي التي تحتوي على نوتش على شكل قطرة ماء وهو خاص بالكاميرا الأمامية، وبه مستشعر خاص بالبصمة أسفل الشاشة. ويوجد في هاتف نوكيا G10 كاميرا خلفية ثلاثية في أعداد ذو شكل دائري، والأساسية منها دقتها 32 ميجا بكسل، والثانية مستشعر تصوير ماكرو للتكبير ودقتها تصل ل 2 ميجا بكسل، وبه مستشعر خاص بالتصوير عمقه دقته 2 ميجا بكسل وفلاش مميز، وكاميرا أمامية تصل دقتها إلى 15 ميجا بكسل ليتم التصوير السيلفي من خلال. ويوجد في الهاتف معالج من إنتاج شركة ميدي تك نوعه عالي الجودة، وفيه ذاكرة عشوائية رام 4 جيجا رام وتخزين داخلي 32 جيجا بايت، وهي قابلة للتوسيع وبطارية كبيرة تصل ل 5500 ملي أمبير، وسعره في الأسواق المصرية 2600 جنيه مصري. يا بلاش، ده أرخص، ده يعتبر أرخص هاتف تاتش يا جماعة أنا شفته. وطبعا شركة نوكيا شركة عريقة، وهم بأنس يعني عرفت إن هم عاملين مصنع هنا في مصر، يعني الأسعار التليفونات النوكيا هتبقى إيه هي الفترة الجاية كويسة إن شاء الله. من فضلك اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ودعمنا باللايك ليصلكم كل جديد، وأشكركم شكرا جزيلا.